صباح الهنا والسعادة والأمل والسرور وكل الحاجات الحلوة على المتابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الأطعمة. إن شاء الله هنعمل النهاردة دبابيس الفراخ المحشية بالمكرونة، وهي اسمها باستا، حاجة كده جديدة من نوعها. يا رب كده أكون ضيفة خفيفة عليكم. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير فضلا وليس امرا. اهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم سهير من قناه نغمات الاطعمه. ان شاء الله هنعمل طريقه عمل الباستا بكل تفاصيلها. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم هقول لكم المقادير. مقاديرنا بسيطه وغير مكلفه وان شاء الله تنور اعجابكم. عندي هنا ثلاث دبابيس، او لو عايزه تزودي الكميه انت براحتك خالص. ثلاث دبابيس فراخ، كوبايه موزاريلا، ثلاث طماطميات متقطعين شرايح، فلفلايه متقطعه شرايح رومي، بصلايه كبيره متقطعه شرايح، قرن فلفل على حسب الرغبه، كيس من المكرونه الاسباجيتي، كوبايه من الصلصه، صويا صوص، وهنا ملح على حسب الرغبة، عدد واحد ليمونة، وهنا زعتر فريش، معلقة زعتر فريش، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. يلا بينا على الطريقة عشان ما تطولش عليكم. اول حاجة هنجيب الدبابيس، عندك المقوار اللي بنقور بيه المحشي، هتحطيه كده، هتحاولي تفرغي، تعملي كده ايه الفرخة اهو بكل سهولة. هتحطي كده المقوار، هتفتحي فتحة بس كده في ايه في الدبوس. هوريكم واحد كمان، هجيب المقوار اهو عندي الدبوس من هنا اهو من تحت كده، هحط المقوار كده وهضغط كده كويس خالص اهو، هي ايه بكل سهولة، شايفين اتفتحت بكل سهولة. واحد كمان معاكم اهو، هجيب المقوار هحطه كده اهي عند الفتحة دي كده اللي عند العظمة، وهعملها كده هتتدخل بكل سهولة اهي بكل سهولة اهي، شايفين؟ لو عزلجت معاكي كده ممكن بايه بطرف السكينة هتعمليها كده هتتفتح معاكي بكل سهولة اهي، شايفة؟ بكل سهولة كده. انا ايه انا وريتكم ايه بيتفتح ازاي بالظبط كده اهو. هجيب هنا بقى ايه المكرونة، كبشة كده من المكرونة، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها، يعني ممكن ايه تضعفي الكمية على حسب افراد الاسرة. انا بقولك الفكرة وانت لو عايزة تضعفي الكمية مفيش اي مشكلة. هتجيبي بقى ايه، هتطلعي المقوار كده، هتحطي مكان الفتحة اللي انت فتحتيها، هتحطي المكرونة كده بكل سهولة، هتبقى سهلة بس بالراحة، واحدة واحدة كده عشان ما تت ايه ما تتكسرش منك اهو، هتحشيها كده بكل سهولة، شايفة هي دخلت بكل سهولة اهي، بس كده اهي، شايفة هي دخلت كده بكل سهولة، هتوسطنيها كده عشان لما تيجي ايه تتحمر تبقى معاكي تمام. هعمل واحدة تاني معاكم اهي، هتبقى شكلها كده، هتبقى شكلها كده. تاني هجيب كمية كده من المكرونة على حسب ايه افراد الاسرة اهو، بصي بكل سهولة هتدخليها كده. هعمل بقى ايه كل الكمية كده وهرجع لكم. عندي هنا اي مادة دهنية في مطبخك، هتحطي ايه فنجال كده من الزيت، هتجيبي الدبابيس الفراخ بقى كده اهو، هحمرها على الجنبين، بسيطة خالص وسريعة ومش مكلفة وان شاء الله هتنول اعجابكم. هحمرها كده على الجنبين، هحمرها بقى وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. اول ما المسال بتاعه يتقفل على الجنبين كده هتنزلي عليه بالتوابل كده، الفلفل والزعتر، رشه بقى ايه من الملح
كده على حسب رغبتك، يعني ايه ما تحاوليش تحطي ملح كتير برضه عشان ما ايه ما تبقاش حادقه، على حسب ايه الملح اللي انت عايزاه. حبايبي اللي ما عملش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس على كلمه الكل، مستنيه تعليقاتكم تنوروني بالاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. هحاول بقى ايه برضو ايه احمرها كده على الجنبين، اول ما توصل للدرجه دي هتحط عليها ايه صويا صوص كده، معلقه معلقه كده من الصويا صوص كبيره، هتعصر الليمون، مفيش اسهل من كده بقى، ان شاء الله جربوها هيعجبكم، حاجه بسيطه وسريعه وهتبقى حلوه كمان وشيك في العزايم. هنعمل كده بقى ايه عشان كل سنه وانتم طيبين في شهر رمضان، ننوع بقى ايه في السفره عندنا. شايفين بقى هو ايه المكان بتاعه كله اتقفل كده اهو، هيدي طعم حلو خالص للمكرونه والفراخ، هتبقى طعمها حلو. بس كده في الدرجه دي بقى هحط كده ايه البصل، هرص البصل كله كده والفلفل المنظر ده، والطماطم برضو نقطعها برضو كده حوالين داير كده. رصيت كل الكمية بالمنظر ده، وهحط كده الفلفل اللي هي الحامية دي على حسب الرغبة، ولو فاضت معاكي بقى ايه مكرونة من الكيس ممكن تحطيها كده في الجناب كده، برضو هتشرب من ايه من الصوص، مش هيجرالها اي حاجة. يعني لو فاض معاكي مكرونة وانت عاملة كمية مثلا قليلة من الفراخ وفاض معاكي من الكيس المكرونة، ممكن تحطيها كده في الجناب مش هيحصل لها اي حاجة، هيبقى طعمها حلو برضو وهتدي طعم جميل. بس كده هظبط بقى الملح، بسم الله هظبط بقى الملح كده، ما حاولش ان انا احط ملح كتير برضو، انا حاطه ملح في الفراخ في الاول. هنزل بقى عليها كده بالصلصة، بسم الله ما شاء الله، جربوها باذن الله هتعجبكم. هكون بقى ايه حاطه ميه كده على عين التانية، حاطه ميه كده بتغلي، هنزل عليها كده عشان المكرونه والفراخ يستووا براحتهم، ميه مغليه كده. اوعي تحطي بقى ايه ميه من حنفيه عشان السرفيس بتاعك سخن، ولما تيجي تنزلي عليه بالميه من الحنفيه ممكن يفرقع معاكي، لكن ما تحطي ميه من الايه مغليه، هيبقوا الاتنين سخنين مش هيحصل له اي حاجه. بس كده اسيبها بقى ايه لغايه ما تستوي كده، احطها ايه في الفرن عشان تستوي براحتها وتاخد ايه درجه حراره الفرن. اخر حاجه معانا بقى هنا الجبنه الموزاريلا، ودي اختياري، لو انت مش حابه ان انت تحطيها ممكن تحطي مكانها كريمه، بس هي بالجبنه الموزاريلا هتبقى احلى، يعني بالجبنه الموزاريلا بتديها طعم جميل، وفي نفس الوقت ايه تيجي تطلعيها كده تديكي مطه كده بيبقى طعمها حلو. هظبط بقى ايه درجه حراره الفرن على 250 درجة مئوية في ايه في الرف الوسطاني، حطيتها في الفرن في الرف الوسطاني، هتحاولي تغطي وشها كده عشان ما تنشفش وتستوي معاكي، وفي نفس الوقت ايه تبقى كويسة ومستوية معاكي من كل بعد ما تستوي هتشيلي الصينية من عليها وتولعي عليها الشواية، هتبقى معاكي تمام. وادي شكله لما طلع من الفرن، شايفين جماله حلو ازاي؟ هنغرف بقى كده مع بعض، بسم الله كل حاجه كده مستويه وحلوه، شايفين الجمال والجبنه الموزاريلا فيها كده يا زميل يا جماله، شايفين جماله حلو ازاي؟ كل حاجه فيها كده مستويه، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. شايفين جماله حلو ازاي؟ ريحته جميله ما شاء الله، بالهنا والشفاء على كل اللي هياكل. اهو حته واحده كده، شايفين الجبنه الموزاريلا بقى سايحه فيك ازاي، وهيبقى طعمه حلو ولذيذ، بسم الله ما شاء الله. وادي البصل بقى والطماطم، هنحطه كده بقى نزوق بيه الطبق، وينفع في العزايم شهر رمضان جاي لكم، وان شاء الله ينول اعجابكم. ما تنسوش
عملت معاكم الباستا بكل تفاصيلها. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. مستنيه تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله.